الحمد لله الدولة الجزائرية وفرت غلاف مالي ب 2400 مليار سنتيم والترميم القصبة، واليوم عندنا أكثر من 40 مؤسسة ومكتب دراسي راهم يشتغلوا في القصبة، وخلقنا 1200 منصب شغل. ولكن احنا الشيء اللي يهمنا أكثر هو كيفاش نعمل جاهدين باش إن شاء الله نعاودوا لإعادة البعث الحياة الثقافية الاقتصادية والاجتماعية في القصبة، ابتداء من الصيف القادم إن شاء الله، موسم الاصطياف، الزوار اللي يجيو للجزائر العاصمة يقدروا يجوا يزوروا القصبة.